مستمرين معكم متابعي سوبرو تي في، ووصلنا معكم لفقرة حزيلة نهره. مسيرة الصوم الأربعيني هي عبور لفرح القيامة بالتوبة. بهاي العبارة اليوم رح نناقش شلون عم نكون أو عم نقدر أنه نكون وتكون عبادتنا خلال الصوم حقيقية، وتنتعرف كمان على العلاقة بين الصوم والصلاة والصدقة. اليوم معنا ديريتو هيلاني سمرجي من راهبات دير مار يعقوب البرادعي. أهلا وسهلا فيك ديريتو. أهلا وسهلا فيك، يعني إن شاء الله صيام مقبول ويأهلنا فرح القيامة مع ربنا. أكيد الصيام مقبول كمان لألكن ديريتو، أهلا وسهلا فيكي ديريتو. بالبداية في معنا قراءة من النص الإنجيلي متى الإصحاح السادس الآية من 1-18، تفضلي ديريتو. شمابه وبره روحه حي وقديشه حاضره شرير أن. قراءة من الإنجيل بحسب متى البشير الإصحاح السادس. سوري عمل احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نيتك. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيتك. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فإنه إن غفرتم للناس اللاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس اللاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتهم. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيتك. آمين. أمين، تودي ساكي لألكي ديريتو. بالبداية خلينا نسأل شلون نعرف نحن مسيرة الصوم؟ مثل ما قلنا في بداية الموضوع، مسيرة الصوم هي عبارة عن مسير عبور نحو فرح القيامة. خلال هالأسابيع السبعة اللي عم بتمر بها الكنيسة من خلال صلاتها، من خلال القراءات اللي عم نقراها، عم نقطع مسيرة سبع أسابيع نسير بها بتوبة مشان نتقرب إلى ربنا. عن طريق التوبة يخبرنا الكتاب المقدس أن التوبة هي بداية الحياة المسيحية، هي الشرط الأساسي لعبادتنا المسيحية، حتى أنه هي أول كلمة كرز بها ربنا يسوع المسيح لما بلش بالكرازة تبعه، لما قال في ذلك الزمان، يعني بعد ما تعمد ربنا وطلع من نهر الأردن، يقول بدأ بكرازته يقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإذا مسيرة الصوم هي عبور من حياة الشقاء اللي أنا عم بعيشها أحنا على الأرض هوني بالمشاكل اللي عم تكون حولنا، عن طريق الصوم نقدر نتقرب لربنا بالتوبة حتى نقدر نفرح بالقيامة تبعه. كلمة توبة إذا نرجع عليها، إحنا دائما لما نتوب نكون قد عملنا شيء خطأ وعم بنتوب له، نرجع لأن نطلب من ربنا المغفرة حتى نقدر نعمل الشيء الصح اللي ربنا طالبه من أهلنا. إذا نرجع كلمة توبة باليونانية بيقولوا عليها ميتانيا. كلمة ميتانيا هي عبارة عن مقطعين، ميتا نوز كأنه ميتا يعني بعد أو رجوع أو عودة، ونوز العقل كأنه رجوع العقل من الفكر الخاطئ، من السلوك الخاطئ إلى السلوك المرضي أمام الله.
فهيك بتكون هي هاي التوبة الشرط الأساسي عن طريق عبورنا خاطر نصل إلى الفرح عن طريق حتى كلمة عبور. إحنا بعيد الفصح بنسميه الفسخة، حتى اليونانيين أخذوها من أدنى هالكلمة وسموها الفسخة الفصح، هو كلمة عبور معناتها عبور. العبور كان هو عيد عند اليهود بالعهد القديم، كان يحتفلون بينه يتذكرون ربنا لما أخرج الشعب اليهودي من عبودية مصر ونقلهم إلى أرض الميعاد، فيحتفلوا بعيد الفصح لما يقدموا خروف الفصح. وإحنا المسيحيين نفرح بعيد القيامة، عيد الفصح، بقيامة ربنا من الأموات وفتح باب الفردوس، وفتح الباب لأن خطي يصير إن مسير عن طريق هالحياة اللي عم بنعيشها نقدر نتأهل لحياة الفرح الدائم اللي راح يكون معانا بالفردوس بالملكوت بعدين. صحيح دايريتو. إذا خلينا كمان نسألك شلون عم تتحقق أو شلون ممكن يتحقق هذا العبور نحو فرح القيامة؟ العبور ما بيتحقق إذا ما يكون عند الشخص المؤمن الرغبة الحقيقية أن يسير بهذا الطريق. هذا الطريق اللي نسير بينه خاطر نصل إلى فرح القيامة، إلى نصل إلى الفردوس يكون أدنى نصيب في الملكوت، ما بيتحقق إذا ما نقدم هذا الصوم تبعنا خلال هالأسابيع السبعة بثلاث مقومات. اللي هي أولا لازم يكون أدنى تواضع، ما بتقدر نصوم وإحنا متكبرين. التواضع هي النعمة الكبيرة اللي تأهلنا أن نحصل على يعني قبول ربنا لإلنا، لأن العكس تبع التوبة اللي هي الكبرياء اللي هي أول رذيلة وقعت آدم وحواء بالخطيئة، وقعت الجنس البشري كله وراها بسبب التكبر. فالتواضع إذا نشوف صلاة نقارن بين صلاة الفريسي والعشاق، الفريسي لما صال لا قال أشكرك يا رب أنا ليس مثل باقي البشر، أصوم مرتين بالأسبوع وعشر ما أقتنيه، مش مثل هذا الخاطي العشاق. بينما العشار لما صلى نزل رأسه إلى الأرض وقال يا سيدي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ، قدم تواضع، قدم توبة مع التواضع بالصلاة تبعه، بتبين لنا أهمية التواضع بخلال الصوم. الشغلة الثانية، ما بنقدر نصوم وما بنقدر نحقق هذا العبور الحقيقي إذا ما يكون عندنا توبة حقيقية. واللي أظهر كمان الابن الضال لما رجع لأبونه وقال يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أشراف. ونشوف أنه الأب لما فرح بالابن الخاطئ لما رجع له لبسوا الخاتم ولبسوا البدلة ولبسوا حذاء برجلين، حتى أنه ذبح الأجل المزمن نتيجة لفرحه بعودته من الخطيئة. الشغلة الثالثة من مقومات هذا العبور خاطئ يكون مقبول وحقيقي، لازم يكون عندنا تسامح، لازم يكون عندنا مغفرة، نتسامح بعضنا مع بعض. حتى إذا نشوف أنه الكنيسة رتبت أن يكون بداية الصوم أول يوم بالصوم الأحد أو الاثنين، إحنا دائما بالكنيسة سمينه إلى اثنين المسامحة، نقدم اثنين الشبقونه، نقدم مغفرة ومصالحة بيناتنا خاطر نكون صافيين وأنقياء، نقدر نرفع عيوننا لربنا ونقول له أغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا. نتعلم هيك من ربنا أن نبلش الصوم تبعنا بالمغفرة بالمسامحة. ربنا إذا نشوف أنه سامح بطرس اللي أنكره ثلاث مرات، سامح اليهود اللي سلموا إلى اليهود، سامح اليهود نفس اللي صلبوهم، حتى قال لأبيه اللي بالسماء لا تقيم لهم هذه الخطيئة، ما يعرفون شو أن يعملوا. هيك نتعلم ربنا أنه نبلش الصوم تبعنا بتواضع بتوبة بمغفرة ومسامحة. طيب دايريتو شلون ممكن يكون الصوم تبعنا مقبول؟ مشان يكون الصوم تبعنا مقبول لازم يكون أدنى صوم حقيقي. الصوم الحقيقي هو مو فقط انقطاع عن الطعام، يعني أنا أبقى من الصبح إلى الظهر بدون أكل وبعدين لما أكل راح أكل أكل نباتي، هذا مطلوب، هذا واحد من مقومات الصوم، أنه أنا لازم أقدر أن أذلل جسدي عن طريق الصوم، أنه أخلي الروح تبعي ترتفع والجسد تبعي أنه أقدر أذلله عن طريق الصوم. الصوم الحقيقي هذا مطلب خاطر تقدر ترتفع الروح تنتصر على الجسد. الصوم الحقيقي المقبول عند ربنا هو
يعني بالكتاب المقدس بولس برسالته الأولى إلى كورنثوس إصحاح 8 عدد 8 يقول الطعام ما بيقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. بل الصوم الحقيقي هو صوم انقلب عن الكره، لازم ينبرد من المحبة وينشال كل الكره والأشياء اللي مش كويسة بينه. صوم الفكر عن أي فكرة خاطئة تقودنا إلى عمل مش كويس، عمل شرير. صوم اللسان عن التكلم بكلام باطل، صوم اليد عن اقتراف خطيئة، صوم الرجل عن المسير بمسير يودينا إلى الوقوع بالخطيئة. فالصوم الحقيقي هو عبارة عن صوم الحواس الخمسة الموجودة عند الإنسان، هالمنافذ الخمسة اللي عن طريقه يقدر يدخل بالشيطان ويوقعني بالخطيئة. إذا حطيت حارس ملاك أو رسمت صليب على هالحواس الخمسة اللي عندي، أقدر أن أحمي لحوم بوابات اللي موجودة عندي، لعن طريقه يقدر الشيطان أن يوقعني بالخطيئة، وأقدر بحماية نفسي لهذه البوابات الخمسة أقدر أن يكون صومي مقبول عند الله. حلو كتير دايريتو. طيب خلينا كمان نسأل، شلون ممكن نحن أنه نمثل العلاقة بين الصوم والصلاة وأيضا بين الصدقة؟ في مقولة حلوة لأوسطينوس يقول الصلاة تبعنا ما بتقدر تصعد إلى السماء بدون جناحين، يعني كالملاك لما يطير تحتاج إلى جناحين، الصلاة مشان ما تصعد إلى الأعلى تحتاج إلى صوم واحد من الأجنحة وإلى صدقة الجناح الثاني. هذول المقومات الثلاثة إذا انتبه عليها، ثلاث أشياء بحرف الصاد، ثلاث صادات، هذول الثلاث صادات صوم وصلاة وصدقة عم بتحدد علاقتنا مع الله عن طريق الصلاة، مع الذات بالصوم، مع القريب بالصدقة. هل ثلاث صادات عم بتحقق علاقتي مع الله ومع ذاتي ومع البشر اللي حوالي؟ طيب دايريتو، هل بفترة الصوم خلينا نقول في مظاهر عبادة تكون أو مظاهر العبادة الحقيقية خلينا نقول بفترة الصوم؟ يعني نرجع عليه هذول الثلاث مقومات اللي هي الصلاة مع الصدقة بفترة الصوم. هذول الثلاث أشياء إذا عرفنا أن نطبقها بطريقة مش ظاهرية، مش مسلك ظاهري، عبادة مسيحية حقيقية بعبادة حقيقية، نقدر يكون صومنا مقبول وهو هذا المقبول عند الله. فالصلاة اللي نقدمها، احنا قرينا بالمقطع بإنجيل متى بالإصحاح السادس من 1-18، قرينا الصلاة اللي نقدمها لازم أدخل إلى المخدع تبعي وأتحدث مع أبي اللي بالسماء، حديثي مع ربي هو صلاتي. عبادتنا لإله راح تكون عن طريق حياة شركة من خلال الصلاة. بالمقطع تكون علاقة سرية خصوصية، أصلي بلجاجة، أصلي بإيمان، أصلي بقلب تائب، أصلي صلاة شكر. صلاتنا هي صلاة شكر لله على النعم اللي قدم لنا، هي صلاة توبة عن الخطايا اللي كنا نقترفها، صلاة إيمان. أنا لما أطلب شغلي أصلي بكل قلبي بكل إيمان، أعرف أنه الطلب اللي عم بطلبه ربنا رح يحقق لي. صلاة بلجاجة، وهيك يكون صلاتي مش كلام عم بكرره بالشفاء، بس بقلب مؤمن، بقلب تائب، بقلب منفسر، عم بيقدم صلاة للرب. مثل ما ربنا بالمقطع قرينا انه يقول لنا ربنا يعرف انتم شو رح تطلبوا، بس يحب يسمع صوتنا، فلذلك علمنا انه حبينا نصلي ربنا رح نصلي له صلاة الربانية. واذا ننتبه على صلاة الربانية هي كل المقاصد اللي تشبعني انا كمؤمن حتى اقدر اتحدث مع ربنا. اذا ننتبه عليها بالبداية، هي اربع اشياء عم بمجد بيها ربنا: أبانا الذي عم بعترف أنا والبشر كلتنا أخوة، أبانا الذي في السماوات عم بعترف وأبوي أنه أنا ابنه، يتقدس اسمك. دائما نطلب أن يتقدس اسمه خاطر إحنا نقتفي أثره ونكون مثل قديسين. لتأتي ملكوتك، إحنا حياتنا كلها هي عبارة عن مسيرة عم بنعيشها، نطلب مش هالحياة الزمنية تكون هالحياة الزمنية معبر، خاطر نقدر نكسب الحياة الأخرى اللي نتمتع بها بالملكوت معانا بالفردوس أول مرة بعدين بالملكوت تبعهم. ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لا مشيئتي أنا، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أنا
كلي مسلم حياتي بإيدك، شو ما بدك، كيف ما بدك أن أكون أعيش حياتي، أن أبقى أقدر أكسب حياتي بسمع. وبعدين تجي الطلبات الأربعة، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ، ولا تدخلنا في تجربة لكن ننجينا من الشر. هاي الطلبات اللي إحنا نقدمها لربنا الأربعة، بعد ما مجدنا التمجيدات الأربعة أم نقدم له الطلبات الأربعة تبعنا، وبالأخير من هي لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى الأبد الآبدين آمين. هاي خلاصة الصلاة تبعنا، خلاصة علاقتنا مع ربنا. إذا ما قدرنا نصلي أي صلاة من الصلوات، إذا صلينا بس هالصلاة بكل قلبنا، ربنا راح يعرف مطالبنا ويحقق لنا كل الطلبات اللي بدنا إياها. الشغلة الثانية من مظاهر العبادة الحقيقية بفترة الصوم هي الصوم. كيف يكون الصوم تبعنا؟ عم يشرح متى هون بالإنجيل تبعه يقول الصوم الحقيقي يكون بفرح، لا نكون مثل المرائين معبسين وجوهنا وكأن وجهنا كالصفر وكأن احنا تعبانين من هذا الصوم، ما عم نقدر عم نبذل مجهود وعبلك عم نقدم كأنه من نية لله احنا كنصلنا هذا الصوم. لا، يقول اغسل وجهك ودهن رأسك، خاطر لا تظهر للناس انت صائم، خاطر ربنا اللي يشوفك بالخفاء الصوم تبعك يجازيك على نيتك. فإذا صوم لازم يكون بفرح، وصوم مش كمثل المرائين عاطسين، نصوم احنا بفرح لان هذا الصوم هو اصلا مش لله احنا كنقدمه، الصوم هو لنا، عم بنروض ذاتنا، عم ننجم الجسد خاطر تقدر الروح ان تنتصر على الجسد ونتقرب لربنا. مثل الملائكه نقدر لما يخف جسدنا نقدر نرتفع الى السماء بصلواتنا، نتحد بالله بطريقه احسن ويكون علاقتنا. والشغلة الثالثة من العبادة الحقيقية تبعنا، مظاهر العبادة الحقيقية فترة الصوم، هي الصدقة. ويوضح لنا متى بالإنجيل هون أن الصدقة تبعنا لازم أول شيء تكون بالخفاء، فأبونا اللي يرى بالخفاء يجازينا على نيته. والصدقة تبعنا ما تكون أنه أنا أقدم صدقتي لشخص يقدر يجاوبني مقابل أضعاف، أعمل لا أبغي المقابل على الأرض، أعمل خاطر أكنز لي كنز بالسماء حيث لا يفسد سوس ولا يصدى ولا يوجد سارقين. أعمل بالخفاء وأعمل ما أطلب أن يرجع لي مقابل هذا التقديم. هاي المظاهر العبادة اللي ربنا يطلبها من أجل فترة الصوم. الصوم والصلاة والصدقة تكون لا كالمرائين بل بالخفاء، لا لطلب مطلب مادي، لا طلب أن نزيد الروحانيات أثناء الحياة. طيب دايريتو، بعد ما تعرفنا مع بعض على مظاهر العبادة الحقيقية بفترة الصوم، خلينا ننتقل لحتى نحكي عن القراءات اللي عم بتصير بآحاد الصوم الأربعيني المقدس وعلاقتها بمسيرتنا نحو فرح القيامة. قلنا احنا مسيرتنا بهاي السبع أسابيع اللي عم نقطعها خاطر نقدر نتأهل أن نفرح بقيامة ربنا بعيد القيامة، ومش بس عيد القيامة خاطر نقدر هالمسيرة اللي نعيشها بالسبع أسابيع أن تكون معنا خلال حياتنا كل اللي نقدر نطبقها، خاطر نقدر أن نحصل على القيامة الحقيقية معانه لما تخلص حياتنا، يكون فرح لنا بحياة الفردوس، خاطر نقدر نتأهل إلى النعيم الأكبر لما نتنعم معانه بالملكوت تبعه. مسيرة الصوم تبعنا بالأسابيع السبعة رتبت الكنيسة أن يبدي الأسبوع الأول بالأسابيع السبعة أنه نحتفل بها بعرس قانا الجليل. بعرس قانا الجليل تعتبر كأنه أول معجزة قام بها ربنا لما جاء حضروا إلى العرس هو مريم العذراء، وقالت له أم مريم العذراء ليسوع ليس لهم خمر، قال ربنا لم تأتي ساعتي بعد. قامت مريم قالت له القدام مهما قال لكم فافعلوه، وبالفعل قال للخدام املأوا الأجران ماء، وبعدين قال استقوا وقدموا لرئيس المرتكب. عم بتبين لنا هالمعجزة الأولى اللي صنعها ربنا بعرس قانا الجليل بأول أسبوع بالصوم، إنه ربنا بارك العائلة، بارك الزواج، حب أن يكون فرح حتى بالزواج وحتى بالعائلة. لما نقص الخمر تبعاً خلق الخمر من الماء، عم بيبين لنا هو خلق خمر اللي خلق آدم وحواء بداية الخليقة، لما حب يفرح الإنسان بالعرس تبعه حول له الماء، يعني إشارة إلى الخلق، خلق له خمر فرح، الخمر فرح قلب الإنسان.
هاي أول أسبوع من أسابيع الصوم. الأسبوع الثاني، قبل الأسبوع الثاني إحنا بالاثنين المسامحة أو قسم يعملوه في يوم الأحد الأول يوم الصوم، عندنا الشكونو اللي هي مغفرة، اللي هي مسامحة. قلنا لازم نبلش الصوم تبعنا بالمغفرة والمسامحة، خاطر نقدر نقدم صلاتنا ونقول له اغفر لنا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا. لأن ربنا بالكتاب المقدس يقول إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال قدم قربانك. يعني حتى لو كنت عم بدخل الأحد بالقداس وذكرت أنه أنا راح أخذ القربان، في حد زعلان معي لازم أتصالح معانه قبل ما أخذ القربان، خاطر يكون قرباني اللي أخذه أنا باستحقاق عم أخذه. الأسبوع الثاني إحنا نحتفل بعيد مار أفران اللي هو السبت الأول بالصوم، ونحتفل كمان بالأبرص، شفاء الأبرص اللي جاء على ربنا وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني. قال له يسوع أريد فضها. وحلو هوني بالأبرص لما شافانه الرب، ليظهر مدى محبته الرب لكل البشر. الأبرص بالعهد القديم كان يعتبر مثل الدنس، حتى كان يتركونه خارج المدينة، لازم يطلع خارج المدينة يبقى إلى أن يزول المرض تبعه ويطهر يلا يقدر أن يدخل، وكان مش حتى يقدر يمسكه لأن يمسكه كأنه عم يتنجس معانه. ربنا لما شاف الأبرص عم بيبيننا محبته للبشر، أمسكه وقال له أريد فخر، شافانه من البرص تبعه. هاي عم بتبين كمان هاي المعجزة، إنه المعجزات اللي قام بها ربنا، قسم هم طلبوا من ربنا أن يقدم لهم الشفاء، وقسم ربنا هو لمحبته هو بادر وأعطاهم الشفاء بلا ما يطلبوا من عنده. الأسبوع الثالث نشوف المخلع. المخلع تبين لنا محبة الرفقة، محبة الأصدقاء، محبة الأخوة لأي شخص من بيناتهم يكون معرض لمرض، معرض لأي ضعف. هون عم بتبين لنا المخلع اللي كان مشلول، رفقاته لما جو على البيت اللي كان بينه يسوع وما قدروا يدخلوا نتيجة لكثرة الناس اللي كانوا موجودين بداخل البيت، طلعوا على السطح تبع البيت ونقبوا السطح ودخلوا رفيقه، نزلونه بالشالي اللي كان مفروش عليه، نزلونه إلى قدام ربنا. وربنا من شافهم شاف محبة الرفقة لهذا رفيقهم المشلول. ذاك الوقت ربنا شافانه وقال له يا بني مغفورة لك خطاياك. يعني مش بس شافانه بالجسد، شاف جسد تبعه المريض وشاف الروح تبعه من الخطايا اللي كانت موجودة يعني. بالأسبوع اللي بعده نشوف معجزة المرأة الكنعانية اللي جت إلى الرب وقالت له ابنتي على آخر نسمة ليتك تأتي وتشفيها. قال لا يا امرأة، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. ما همها الكلمة، هي أن بدها بنتها تشفى. قالت له والكلاب أيضا تأكل من الفتات اللي يسقط من مائدة أربابها. ذاك الوقت قال ربنا يا امرأة عظيم الإيمان ليكن لك كما تريدين. عم بيبين أن ربنا ما عنده فرق بين يعني لا كنعانية اللي تعتبر هي من الجنس الغريب عن اليهود اللي كانوا مؤمنين بالشعب الله المختار. ربنا ممكن أن يصنع المعجزات تبعه ويعطي الخبز والفتات كمان، مش بس لبني إسرائيل بس حتى للغريبين اللي كانوا يعبدوا آلهة أخرى. يجينا الأسبوع اللي بعده الأربعاء منتصف الصوم، نتذكر بينه ارتفاع الصليب، كأنه بنص الصوم إحنا ضعفت نفسنا شوية وعم نستمد قوة من قوة ارتفاع الصليب، هيك عم يسندنا وعم بيقوينا مشان ما نكمل مسيرة الصوم الأحد اللي رح تجي بعد منتصف الصوم بقوة هذا الصليب. وربنا كمان يطلب وراء من أدنى، يقول من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. مثل ما صام ربنا 40 يوم وتجرب من الشيطان، عم يطلب منا إحنا كمان أن نحمل صليبه وندوس على كل المصاعب والتجارب اللي عم تجينا، عن طريق تمسكنا بقوة هذا الصليب نقدر نكفي مسيرة حياتنا ومسيرة الصوم تبعنا. الأسبوع اللي بعده جانا اللي هو الأسبوع الماضي كان أدنى مثل السامري الصالح.
لما جاءه الفريسي وطلب أن أرده، قال له ماذا أعمل لأرد الحياة الأبدية؟ قال له حب الرب إلهك وحب قريبك مثل نفسك. قال له من هو قريبي؟ قال له إنسان كان مسافر من أورشليم إلى أريحا وسقط بين لصوص، عروه وجرحوه، ومر الكاهن وتركه، ومر اللاوي وتركه، وآخر شيء مر السامري. السامري اللي يعتبر غريب عن الجنس اليهودي، غريب، اليهود يشوفون نفسهم هم المميزين هم الأحسن، السامريين ما كانوا يحبوهم أن يحسبون الناس دون عنهم. هذا الغريب الجنس لما شاف هذا الشخص اللي واقع اللي أخذوا لصوص المال تبعه وضربونه وجرحونه، قام داوى الجرح تبعه وضمده وودانه إلى الفندق ودفع عنه الدرهمين قاضي اعتنوا بينه، قاضي يقدم لنا، حتى قالوا إذا صرفتم أكثر أنا عند رجوعي أوفيكم. عم بيبين لنا هالشخص الغريب الجنس اللي قدم الخير لهذا الشخص. لما خلص ربنا قال مين اللي عمل معانه الخير لهذا الشخص اللي وقع من النصوص؟ الكاهن اللاوي السامري. قال له اللي عمل معانه الخير، يعني حتى ما قدر يقول انه هذا السامري الغريب، يعني هو فريسي يحس نفسه احسن من الغير، قال له اللي عمل معانه الخير. قال له اعمل انت مثله كمان تقدر ان تحصل على الحياه الابديه. الأسبوع اللي راح يجينا هو الأسبوع الأعمى، لما جو التلاميذ وقالوا له، لما طلب من ربنا أن يشافيه والبرص الأعمى تبعه، تلاميذه قالوا له من أخطأ هذا أن أبواه حتى ولد أعمى؟ ربنا قال لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن يظهر أعمال الله فيه. هالمعجزة كمان تبين لنا ربنا اللي خلق آدم وحواء، ربنا اللي قادر أن يخلق عيون للي مولود من بطن والديه وهو أعمى. وكيف خلق له هالعيون؟ إنه أخذ تراب من الأرض. نحن نعرف كلتنا إذا وقعت نقطة من التراب عيوننا كثير بتأذينا وما بنقدر نشوف. أخذ هذا الطين من الأرض وتفر بينه وعمله جبله على العيون وصنع له. مثل ما خلق آدم من التراب، كذلك خلق عيون لهذا الأعمى من تراب الأرض، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلمة، وبالفعل أبصر ورجع عم بيمجد الله لأنه قدر أن يشافينه من الأعمى تبعه. الأسبوع الأخير اللي هو قبل القيامة هو أحد الشعائر، عم بيبين لنا دخول ربنا سيدنا يسوع المسيح إلى أورشليم الأرضية مثل ولادته بتواضع، كمان دخوله إلى أورشليم كان بتواضع. دخل راكب على جحش ابن أتان، والناس فرشوا ثياب تبعهم، فرشوا أغصان النخيل وأغصان الزيتون، عم بيهللوا بينه وعم بيقولوا له أوشعنا للآتي باسم الرب. وبالنهاية الأحد نحتفل بالنهيرة، نتذكر بها الخمس عذارى الحكيمات اللي قدروا بالزيت اللي أخذونه مع المصابيح تبعهم أن يقدروا أن يدخلوا إلى الفرح، مش مثل الجاهلات اللي أخذوا المصابيح تبعهم بدون أن يفكروا أن يأخذوا معهم زيت ليكون بالطريق يتأخروا وما يكفي زيت الموجود بالمصابيح. فالزيت اللي يشبه أعمالنا إحنا، فترة الصوم، صلاتنا، صدقتنا، صومنا، هالمسيرة تبعنا، هاي كلة الزوالي لأن تأهلنا أن يكون أدنى زيت نقدر أن نفرح ونشارك ربنا بالفرح تبع القيامة تبع. وآخر الأحد من الصوم أنه نفرح مع ربنا بفرح قيامته، الحالة اللي كلتنا نقدر أن نتمناها خلال مسيرتنا بهالصوم، خاطر نقدر نفرح بالقيامة تبعه اللي نحتفل بها كل سنة، خاطر نقدر نتأهل أن نفرح معانه بالملكوت، يكون عندنا نصيب بالملكوت، يكون لنا نصيب نشارك معانه عن طريق عملنا، عن طريق مسيرتنا بهالحياة. حياتنا هون هي عبارة عن جزء عربون من الملكوت اللي راح يكون بالنعيم الأخير. إذن ديريتو، بعد ما تعرفنا على آحاد الصوم الأربعين المقدس وعلاقتها بالمسيرة نحو فرح القيامة، بختام حديثنا ديريتو خلينا نسألك عن الدروس والعبرات يلي نحن ممكن نتعلمها اليوم. أحنا شفنا أنه هالمسيرة تبعنا تبع الصوم اللي هي مسيرة بالتوبة قد نقدر نحصل على فرح القيامة. هذا المسيرة زمن الصوم اللي عم نقطعه هو فترة توبة، هو فترة تصحيح العلاقة، تقويم لمسيرة حياتنا عن طريق الصلاة، نقوم علاقتنا مع الله عن طريق الصوم، نقدر نهذب نفوسنا وأجسادنا خاطر أرواحنا تنتصر على جسدنا بالصدقة، مساعدتنا لإخوتنا الضعفاء
أي شخص أي نوع من الاحتياج اللي كان محتاجه، إن كان طعام، إن كان شرب، إن كان زيارة مريض، إن كان زيارة محبوس، إن كان كلمة تخفيف وجع عن أي شخص. هالأشياء إذا عشناها بطريقة صحيحة نقدر أن نعبر أرض الشقاء اللي إحنا عم بنعيشها. هل الحياة اللي إحنا عم بعيشها شقاء؟ كلتا هاي سببها نتيجة لخطأ آدم الأول لما كسر أول صوم ربنا فرضه عليه، لما قالوا لا تأكل من شجرة معرفة الخير والشر، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. هل الصوم اللي كسره آدم لما حب أن يأكل من هالثمرة، إحنا نحاول بصومنا هذا أن نقدر أن نكمل هالمسيرة، نعيش حياة عبادة حقيقية بصوم بصلاة بصلح بصدقة، حتى نقدر أن نفرح مع ربنا ونحظى معانه النعيم بفردوسه، ثم بعد ذلك أن نحظى بالملكوت بحياة الفرح الأبدي بالملكوت تبعه بالأمن. لأن ربنا يقول بالبولس برسالة إلى روميا يقول لأن ليس ملكوت الله أكلا أو شربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. هاي الحياة اللي إحنا نتمناها، هالفرح والسلام عن طريق الروح القدس هو مطلبنا بحياتنا بالوقت الحاضر. تودي ساقي لك دايريتو، أكيد كلمة أخيرة تحبي تختمي فيها حديثنا لليوم. شكرا جزيلا لك، وأتمنى أن ربنا يتقبل صومنا وصلاتنا وصدقاتنا، يتقبل من أجلنا حتى نقدر نفرح معا فرح القيامة. تودي ساقي لك، وأكيد صوم مبارك لك كمان دايريتو وعد جميع. تودي ساقي، شكرا لك.